ماليشيا الحوثي والمخلوع الصالح الإنقلابية يد أوغلت في الإجرام وقتل وسفك دماء اليمنيين منذ أن أعلنت انقلابها على الشرعية ونهبت كل مؤسسات الدولة. أكثر من 3000 شهيد و16000 جريح خلفتهم حربها المتواصلة على تعز، لتأتي يد أخرى وتسارع في مد يد العون والمساعدة الإنسانية وتخفف من آلام الجرحى والمنكوبين. إنه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والذي تكفل بعلاج الكثير من الجرحى. لن يكون آخرهم 92 جريحا بينهم نساء تم تسفيرهم إلى السودان الشقيق سبقتها العديد من الدفعات. عدد من تم استهدافهم في الرحلة هذه 92 جريحا، وهي تعتبر الدفعة الثالثة من جرحى تعز إلى دولة السودان الشقيقة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، حيث أن المركز الملك سلمان قد تكفل في مرحلتين سابقتين بتسفير الدفعة الأولى إلى السودان وعددهم 39 جريحا، وكذلك قد تم في الدفعة الثانية عدد 17 جريحا، واليوم 92 جريحا. حال الجرحى وهم في حوافل النقل يختلط فيه الألم والأمل، المعاناة والفرحة، ولا يجدون ما يردون به الجميل لمركز الملك سلمان ومؤسسة رعاية سوى تقديم الشكر على اللفتة الإنسانية. أصبت في بيتي، كنت أني وزوجي وعيالي وأخي، فجاءت القذيفة وقتلت أخي وابني وابني الكبير تعور وزوجي تعور وأني تعورت وبيتي تعور. حسبي الله عليهم، حسبي الله عليهم. نشكر الملك سلمان على مساعدة لنا وأبناء تعز. نشكر كل من قام بالواجب وقام برعاية حقوق الجرحى وحقوق الشهداء، ونشكر الدولة المستضيفة لكل جريح، وإحنا مدين لكل شخص قام بالاهتمام بواجب بأمور الجرحى. تتنوع المشاريع الإنسانية التي يقدمها مركز الملك سلمان وأهمها معالجة جرحى الحرب، وكلها تحفر في ذاكرة الإنسان اليمني مواقف لن تنسى على مر التاريخ. لا يتوقف مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن مد يد العون والإغاثة للشعب اليمني بما فيهم الجرحى الذين سقطوا على يد الميليشيات الإنقلابية. محمد الحذيفي، الإخبارية، تعز.